مرحبا الكريم مشاهدينا متابعينا الكرام أينما كنتم، أسعد الله صباحكم هذا بكل خير، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فسلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته. يجمعنا اللقاء بكم في صباح هذا اليوم السبت الموافق بتاريخ 5/8/2017، حيث ننقل على حضراتكم وقائع سباق صباح هذا اليوم الذي خصص لفئة الفطامين وضمن شارة سمو الشيخ طحنون بن محمد بن خليفة آل نهيان حفظه الله ورعاه، الذي قدم هذه الجوائز تكريما لهذه الرياضة العربية وتشجيعا أيضا لأبناء شعبه. شكرا لسموه على الدعم المتواصل مع هذه الانطلاقة الأولى لفئة الأبكار مع المسافة المقررة بالألف وخمسمائة متر هنا في ميدان الهباب أحد أفرع ميادين نادي دبي. ترحيبنا وتشريفنا بكل الأخوة الحاضرين. هذا محدثكم من وراء الميكروفون سالم بن ركاض العليلي، يتواصل معلقا على جميع الأشواط المقررة في صباح هذا اليوم. على البركة نبدأ بالمركز الأول، ابتسامة ومحمد بن راشد بن مرخان من يقدم ابتسامة بالمركز الأول، اللي تليها على المركز الثاني يقول شواهين محمد بن مبارك بن محمد المطيوعي ثانيا، أما المركز الثالث فهنا ند الشبه تأتي بالمركز الثالث صالح بن رايد سعيد العويسي، والمركز الرابع من نصيب شخصية محمد بن يابر بن مسعود بن هادي، والمركز الخامس تأتينا مهابة عبد الله بن حمد المري المر الخاطري. هذه الأسماء الحاضرة مشاهدينا الكرام، وابتسامة بالمركز الأول تتبسم ابتسامة الناموس في أول أشواطنا الرئيسية. ما شاء الله ما شاء الله، العصا قوس، لو عصاها قوس ما تيها روحها بالسير، مهتمه يا ابن مرخان. المركز الثاني تاتينا ند الشبه صالح بن راهب بن سعيد العويسي يقدم لنا ند الشبه بالمركز الثاني، والمركز الثالث اقول شخصيه محمد بن يابر بن مسعود بن هادي، ولكن ابتسامه ركز يا مصورنا، ركز على المركز الاول. يا سلام يا سلام، ما تمرح غير في شوط الضباب يوم بعد الخط الابيض مخترب. صباح الخير من الهباب الى الهباب، الناموس محلي، الناموس الهبابي، الناموس الى ابن مرخان، الناموس مع ابتسامه، الناموس مع ابتسامه في اول اشواطنا الرئيسيه. تهانينا والناموس لمحمد بن راشد بن مرخان المركز الثاني.